רשימת עין יוספיה, שרצה למועצה המקומית יוספיה, רשמה לעצמה תקדים בתור הרשימה הנשית הראשונה שרצה לבחירות ברשויות המקומיות הערביות. נסענו ליוספיה כדי לשמוע על האתגרים הניצבים בפני נשים שרצות למועצה, בחברה חמולתית ושמרנית. فعلا احنا هون قائمه اللي هي نسائيه نسويه مستقله لا عائليه لا طائفيه لا محزبه ومش تابعه على ولا اي رئيس اللي هو اسا عم بترشح الفكره بدت قبل 3 سنين عندي انا وانا حبيت انه خلص بكفي نشتغل من برا صار لازم نفوت لجوا ونكون قاعدات حول الطاوله المستديره يكون عندنا امكانيه ان نكون شركات في صنع القرار فكنا هيك كل قطيع يعني فهاي السياسي انا كانت كثير 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 تزعجني فبنقول احنا تعلمنا وكنا مبادرات وطلائعيات في كل المجالات ربينا اجيال فوين دورنا احنا وين دورنا من مصير بلدنا فاحنا لازم نكون شركات في تقرير مصير بلدنا في كل الاطر في كل المجالات لا يمكن انه نصف المجتمع مغيب جمعت حوالي مجموعة لأن بفكر أن الموضوع بهمهم ومن هاي اللحظة اللي تكونت المجموعة عمليا إحنا مشينا مسار تبنتنا جمعية كيان تنظيم نسوي ومن 3 سنين تقريبا إحنا منمر مع بعض في مسار تدريبي تأهيلي لما هو الحكم المحلي إحنا بدنا نفوت امرأة اللي جاي بفكر جديد جاي بفكر نسوي جاي بحامل معها احتياجات النساء إحنا مش بحاجة لكمان امرأة مع فكر ذكوري إنها تفوت على المجلس المحلي وتلعب اللعبة أو تظلها في نفس النهج اللي سابقيها فوتوا فإحنا هون يجينا نقول إنه لا النظرة النسائية مكملة النظرة النسائية شريكة في واجب بحتم علينا نكون شركات في إننا نتطوع لبلدنا في إننا نعطي بلدنا סוגיית ייצוגן של נשים בעמדות מפתח פוליטיות אכן סבוכה ומורכבת. ישראל נמצאת במקום ה-53 מתוך 145 מדינות במדד הפער המגדרי. ב-2016 אחוז הנשים נבחרות הציבור ברשויות המקומיות עמד על 14%. רק 2% מכהנות בתפקיד רשות העיר למרות ששיעור הנשים במגזר הציבורי עומד על 65%. 2018 فشلنا ولا أي امرأة اللي هي قاعدة في المجلس المحلي اللي تأخذ قرارات مهمة اللي هي قرارات اللي هي تابعة إلي لأولادي لأهلي لمجتمعي مش شايفة ولا مرة اللي هي موجودة هناك اللي تقدر كمان تأثر على القرارات اللي موجودة هناك التحديات الأكبر كانت داخلية عند النساء يعني احنا ولا مره نحطينا في هذا المجال ولا مره نحطينا في هذا التحدي ولا مره كنا ممكن نتخيل كيف ممكن تكون ردود الفعل بس دائما كان في عندنا خوف دائما من معرفتنا لمجتمعنا زي ما حكيتي كان في عندنا خوف يا هل ترى كيف المجتمع ممكن يتقدمنا למרות שכל רצונן של נשות הרשימה להגיע לייצוג נשי הולם במועצה המקומית יוספיה, להנחיח את השיח הפמיניסטי ולשרת את כפרן, המציאות החברתית דתית זימנה להן אתגרים רבים. كل امراه منا على فكره هي بتواجه تحديات اللي شوي مختلفه عن النساء الاخريات اللي في القائمه ممكن يكون انه العيله اقل داعمه في ترشحها وهيك هي بتلاقي نفسها موجوده لحالها قبال المجتمع اللي كمان شوي بتطلع عليها في نظره مختلفه بس كمان مرة لحساسية الوضع ولكل موضوع العائلية والطائفية اللي موجود ومركب بالبلد لإله سنين فمش يعني مش بالهوين إنه تيجي اليوم امرأة تعلن إنه أنا مع قائمة نيو عسفية أو مع مجموعة عسفوية أنا ففي من اللي بيقولوا أكيد إحنا داعمينك وإحنا يعني بدنا ندعم وإحنا بدنا مرأة توصل لهذا المركز وهذا المحل وتأثر من جوا بس يعني لو سمحتوا ما تذكروا اسمنا انا بقول طبعا زي ما في امكانيه كمان للرجال في امكانيه كمان للنساء في النساء في التقدم من كل النواحي ان كان في الرياضه ان كان في السياسه ان كان في الاجتماعيات ان كان في المناصب وما شاكر ذلك بالعكس انا بقول انه في عند النساء في طاقات وامكانيات جدا هائله اللي ممكن توصل فيها الى اعلى الدرجات اما اذا هن جايين كقسم فعال مع مجتمع من دون بتعرف فيمينيزم خلنا نقول بدون فمينيزم فيش احلى منك حركه رائعه حركه ان شاء الله انه تعمل ثقل في المجلس بس بدون فمينيزم
طبعا احنا بنشجع هاي الظاهره وان شاء الله انا بقرى كثير بنسخوها انه هاي الفكره مقبوله ومعنا جاي متاخره اما اجت هاي الفكره. والنساء عنصر اساسي في المجتمع وبدون النساء المجتمع بيضل على اجر وحده. بالنسبة إلنا ترشحنا بحد ذاته هو نجاح، بس مش هو الطموح، إحنا طموحنا أكبر بكثير من هيك. صح إحنا ترشحنا وفي ترشحنا إحنا منفكر إنه فتحنا الطريق لكثير صبايا ونساء اللي ممكن في المستقبل تعال نقول في الدورة الجاي إنه هني يترشحوا، مش ضرورة بس سميرة أو فاتنة أو هدية أو نيو عسفيا تترشح للعضوية للمجلس المحلي. شبعتي نيو عسفيا לא רק יצרה תקדים, אלא עשתה היסטוריה בכך שנכנסה למועצה המקומית עוספיה. יחד איתה נכנסו עוד 14 נשים ערביות למועצות מקומיות ערביות אחרות.